ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من امستردام وتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. مرحبا بك سيد ماهر. إذا كيف تقرأ انتقاد الإدارة الأمريكية مجلس الأمن في عقد جلسات لمناقشة القضية الفلسطينية؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني لا شك اليوم القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة جدا تعيشها في ظل هذا الاستهداف الأمريكي الواضح للقضية الفلسطينية من خلال يعني ما يعرف اليوم بصفقة القرن، وهذا المشروع الأمريكي الذي يستهدف القضية الفلسطينية، وكذلك أيضا يعني ما يسمى اليوم بورشة المنامة التي يتم عقدها خلال الأيام القادمة في البحرين. تحاول الإدارة الأمريكية من خلال هذه الورشة أن تستجر أو أن يعني أن تستغل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على يعني أن تكون هناك يعني إنهاء للقضية الفلسطينية لصالح هذا الاحتلال الإسرائيلي. اليوم المواقف كانت واضحة، المواقف الفلسطينية الرسمية واضحة تجاه ما يعرف بصفقة القرن. هناك موقف فلسطيني رسمي وفصائلي وشعبي وسياسي رافض لصفقة القرن، هذا المشروع الذي يستهدف القضية الفلسطينية ويستهدف أيضا حقوق الشعب الفلسطيني. كذلك اليوم يعني المواقف العربية الشعبية التي ترفض عقد ورشة البحرين، واليوم كان هناك جمعة فعاليات في قطاع غزة في مسارات العودة الكبرى، وكذلك مواقف عربية يعني شعبية خرجت ضد صفقة القرن وورشة المنامة. بعد هذا الانحياز، والذي هو ليس بغريب طبعا من الإدارة الأمريكية، هل يمكن لواشنطن أن تكون وسيطا لحل الأزمة بخطة السلام أو مؤتمرات اقتصادية ترعاها؟ يعني عندما نتحدث عن وسيط فنحن نتحدث عن يعني وسيط نزيه بين الطرفين، ولكن اليوم نحن أمام إدارة أمريكية تعتبر من أكثر الإدارات الأمريكية دعما وانحيازا لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي اليوم الإدارة الأمريكية ليست وسيطا نزيها وإنما هي شريك فعلي للاحتلال الإسرائيلي، وبانحيازها لهذا الاحتلال فإن كل الجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأهلنا في فلسطين، الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب هو شريك في هذه الجرائم، وهو يعطي ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني. لا يمكن أن تكون الإدارة الأمريكية ولا الرئيس ترامب الذي يعني خرج في كل الأعراف الدولية بعيدا عن أعراف القوانين الدولية عندما اعتبر أن القدس هي عاصمة لهذا الكيان الإسرائيلي، ولا حتى باستهداف وكالة الأونروا ولإنهاء قضية حق العودة وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. كل هذه الإجراءات الأمريكية هي خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وتأتي على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني، وبالتالي الإدارة الأمريكية ليست وسيطا نزيها، ولا يمكن أن تكون أن يكون ترامب بل هو شريك في كل هذه الجرائم والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب. الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط قال إن الجامعة نجحت في ثني البرازيل عن نقل سفارتها إلى القدس، كيف ترى جهود الجامعة العربية في الآونة الأخيرة؟ يعني للأسف الجهود الرسمية العربية وجهود جامعة العربية هي أقل من المطلوب تجاه قضية الشعب الفلسطيني. للأسف في كل القمم العربية يتم التأكيد على مبادرة السلام مبادرة السلام العربية المقدمة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي عبر الاحتلال الإسرائيلي عن رفضه لهذه المبادرة. الدور العربي الرسمي خجول تجاه هذه يعني تجاه القضية الفلسطينية. اليوم لابد أن يكون هناك موقف عربي رسمي واضح تجاه ورشة البحرين التي يجمع عقدها يعني في 25-26 هذا الشهر، وبالتالي يكون هناك موقف عربي رسمي رافض للمشاركة. هناك دول عربية ستشارك في هذه الورشة والتي هي تندرج في إطار تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الموقف العربي الرسمي يجب أن يكون أكثر يعني أكثر تفاعلا وقوة مع القضية الفلسطينية، لا أن تكون هناك فقط دور خجول. وهذه يعني عندما تحدثوا عن منع نقل السفارة البرازيلية، أعتقد أن الدور المطلوب هو أكبر من ذلك فيما يتعلق بالجامعة الدول العربية. شكرا جزيلا لك. إذا عبر الهاتف المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية سيد ماهر حجازي.